سلام البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ هانيين، كل شيء مزيان. نتمنى ان شاء الله اموركم كلها تكون مزيانه وتكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رسول الله. واش راكم مبروكه؟ تدخل عليكم بالصحه والسلامه والهنا ان شاء الله. وباش ما نويتو، ولدي الصغير بغى يصيب واحد، صيب لينا واحد تحليه زوينه بصراحه. والله الا جات لذيذه، واخا زعما داكشي بسيط وعلى قد الحال، جات عرفتي واحد المذاق فيها زوين. عندنا الحليب وعندنا الفلو وهنايا البيمو اوريو، عرفتي راه فيه واحد المذاق زوين. غنسخنو ونطيبو الحليب هو والفلو، وهاد اوريو طحنو، طحن هاد الاوريو، هاد البيمو. وهانتوما تشوفوا، هانتوما معانا تشوفوا كيفاش غادي نديرو ليه. البنات راه كلشي تيعرف يصيب الفلو، راه عادي بسيط، كلشي تيعرف ليه. انا عجبتني وقلت ليه خليني، قلت ليه شوف اتهضر، قلت ليه نصور هاد الوصفه اللي غتصيب وهضر. قال لي لا حشم ما قدرش يهضر. قلت ليه صافي غنهضر انا. دابا ها هو دار الحليب في كاسونه باش يطيب. ودابا خوى عليه هذاك الشاسي ديال الفلو. بصراحة جات لذيذة، زوينة والله الا زوينة، عجباتني انا. داكشي علاش صورتها اليوم، صايبها لينا البارح واليوم بغى يصيبها، قلت ليها نصورها. نتوما عارفين البنات الفلو خصك الا درتيه على البوطة خصك تقيب، تبقاي تحركي باش ما يلصقش في ديك الكاسرونه. دابا هذاك البيمو طحنو وكيديرو هو الاول في هادو. فاش غنديرو الفلو كيديرو هو الاول تحت. ودابا انا كنخوي ليه الحليب سخون، انا اللي تنخويه ليه في هاد هنايا، تنخويه ليه هنا. ها هو دابا البنات خوينا هنايا ودرناه في الثلاجه. والبنات ما تنساوش السكر، حنا راه نسينا السكر، ما درناش سنيده، ما تنساوش. ودابا هذاك وجاب هذاك واحد البيم واخر ديال الباستا وطحنو حتى هو وكيديرو من الفوق. بصراحه البنات والله حتى جات زوينه، انا راه عجبتني بزاف. نتوما كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش دايره وزوينه. غير حنا اليوم نسينا السنيده، ما درناهاش. انتوما ديروا السكر وراح تجي غزاله تبارك الله. وسنقول الناس اللي عاد دخلوا عندي مرحبا بكم، والناس القدام حتى هما مرحبا بكم، ويلا خليتكم على خير.